يا مساء الخير في لقاء خاص، لقاء ممتع عنوانه الجمال والرقي والشياكة والهدوء والثقافة، من أستاذة لها كل التقدير والاحترام، أستاذتنا الأستاذة حمدية حمدي. ده مش مجرد اسم، ده تاريخ موجود ومحفور بقوة، ربنا سبحانه وتعالى كرمها بجواز سفر في الوصول إلى قلوب الناس بلا استئذان. من أجمل ما قيل عن الموسيقى إن الموسيقى هي اللغة الوحيدة في العالم اللي مش بتحتاج لمترجم، الكل يعشق الموسيقى، وخصوصا لما بيكون في حد بيحببك في الموسيقى اللي هي غريبة عنك. كلنا رواد الفن في العالم العربي، والموسيقى حافظينها بحكم يعني جغرافية المكان، اللغة، طبيعة وسيكولوجية البشر، احنا قريبين من لغتنا، فنحب نسمع عبد الحليم وأم كلثوم والمطربين العرب. لكن إن ودني تروح ويحببني مذيع في أغاني أجنبية إني أسمعها واستناها وتستمر نجاح ونجاح لمدة 27 عام، مين فينا يقدر ينسى العالم يغني؟ ضيفتنا خلت بجد الكل يغني مع العالم يغني ويستنوها ويسألوها. تخيلوا حضراتكم لما يكون جزار مهتم بمهنة معينة فيكلمها مثلا في الشارع، والنبي خلي بالك كبزعنا أغنية لفريق كذا، دي نجاح، نجاح ما بعده نجاح. وسألوا كمان هل للنجاح أسرار أم للنجاح إصرار؟ لا، للنجاح ليه إصرار، يعني اللي عايز ينجح هينجح. كمان بيتكلم على موسوعة ثقافية ما شاء الله تبارك الله، 60 دولة سفر ولجان تحكيم في أمريكا. بنتكلم كمان على أول إطلالة للكثير والكثير من النجوم العرب كانت موجودة عبر العالم العربي يغني، وده كان بناء على طلب الجماهير العرب والإخوة إن احنا بنشوف فنانينكم، شوفونا من خلال شاشتكم، كان من خلال برضو برنامج أستاذتي، مش بعتبرها ضيفتي، لكن إحنا النهاردة في ضيافتها في رحاب ومحراب الثقافة والأدب والذوق، أستاذة حمدية حمدي، رئيس القناة الثانية الأسبق ونائب رئيس التلفزيون. ونتكلم على الرحلة، الصدفة ما بين أثير الإذاعة وجمال الشاشة. تحياتي ليكي. اهلا بيك، بس الكلام ده كتير قوي عليا يعني. والله العظيم من قلبي وقلوب الناس كلها. والله قوي قوي، الف شكر. استاذتنا المحطات كتيرة في حياة حضرتك ما شاء الله تبارك الله، وكلها سايبة فيها بصمة وعلامة، لكن حابب أرجع لكلمة الصدفة. ما يملكه أثير الإذاعة ومذيع الإذاعة بقدرات خاصة ويضاف عليه جمال تاني لجمال الشاشة، هنا كان صدفة ولا كان يعني الأقدار اللعبة لعبتها ولا كان ترتيب؟ هي الاثنين. يعني هو هختصر بس، يعني البداية كنت اتخرجت من الجامعة الأمريكية وكان عندي لغات، واشتغلت الأول في المؤتمر الأفريقي الآسيوي اللي كان بيرأسه الراحل يوسف السباعي. تاريخ. اشتغلت مترجمة، كنت بسافر كتير مع يعني في المؤتمرات وكده للترجمة. وأنا هناك جه يعني بالصدفة لقيت إعلان في الإذاعة عايزين محررة مترجمة مذيعة، ففكرت إني أقدم، وقلت يعني لو نجحت يبقى خير وبركة. فقدمت ونجحت الحمد لله، والتحقت بالإذاعة في البرامج الموجهة لأفريقيا وآسيا والحاجات دي كلها، فكنت بقدم برامج بالإنجليش بالإنجليزي وبالعربي. وبالصدفة جه حد من كبار التلفزيون يزور الإذاعة فقال لي أنت مش بتقدمي ليه كمذيعة في التلفزيون؟ هم عايزين دلوقتي مذيعات. فقلت لهم لا، أنا مبسوطة في الإذاعة، مش عايزة أغير يعني. فأنا ما قدمتش، بس لقيت جواب جاي لي بيقول لي في امتحان يوم كذا للمذيعات التلفزيون. فقلت يعني مش هخسر حاجة، يعني مش على بالي، بس يعني أروح وخلاص تجربة. فروحت وأنا مش مخي يعني خالص، قلت 300 ولا أكتر من المقدمين مش أنا اللي هنجح يعني. فروحت وما كنتش هايبة أبدا الكاميرا، ولو إن كان في الكنترول ناس يخضوا، مدام تمادري التوفيق، مدام سامية صادق، لجنة التحكيم طبعا يعني بسمعه يعني امتحان، وصلاح زكي وسعد لبيب يعني اسماء تخد، بس انا ما همنيش لان انا كنت مبسوطة في الاذاعه ومش عايزه اغير. بس قلت اهو تجربه. فالتجربه خلاص نزيت الموضوع ده بقى، وسالوني اسئله كتير قوي، اخر فيلم شفتيه بالانجلش وبالعربي وبتاع والحاجات دي كلها، ورديت وكنت مش هايبه الكاميرا لان انا واخده على الميكروفون. فخلاص روحت ونسيت الموضوع ده. فقالوا لا، ده هم عملوا تصفية لل 300 دول، طلعوا 30، تصفية تانية طلعوا 10، والتصفية الثالثة طلعوا 3 وأنا الأولى. ده فلترة. ما عرفش إزاي. صحيح. لا ما شاء الله ده حق. ف
فالمهم يعني اتقلت للتلفزيون وابتديت مع مدام نماد التوفيق القناة الثالثة، كانت أياميها كان في قناة ثالثة وهي كانت المشرفة عليها، فتعلمت منها كتير قوي الحقيقة، يعني ست ما تعوضش أبدا. كانت بتوجهنا من غير نقد، يعني ما تقولناش اعملوا كذا وبتاع قدام زمايلنا او زميلاتنا، تقول لنا مثلا لا ريحه الشعر دي مش كويسه للشاشه، انتوا لما تيجوا تكلموا ضيف ما تقطعوهوش ابدا، استنوا لما الجمله بس يبقى هسه كده وادخلوا بالسؤال مثلا. فتعلمنا منها حاجات كتير الحقيقه. بعد كده اتنقلنا من القناه الثالثه الثانيه، وتدرجت فيها بقى لكبيره مذيعات، وبعدين اداره ثقافيه، وبعدين رئيسة القناة. فكنت بجتمع مع أنا مش عايز أقطعك. لا بس لا يعني أنا مستمتع. أنا برضه هقول وعن قناعة الصمت في حرم الجمال جمال. ربنا أنا مستمتع والله بكلام حضرتك. كتير أوي الكلام ده. المهم فكرئيسة قناة الحقيقة ما كنتش يعني بحبش المرياسة. أنا كنت بجتمع مع المجموعة اللي بتشتغل معايا، وكل شهر كل شهر كنا بنحتفل بأعياد ميلاد المذيعات والمذيعين والمخرجين وكده، فكنت بعتبرهم يعني ما أسرة. كل أسرة واحدة يعني. المهم المحك هي الشاشة. فكان الشاشة الحمد لله يعني خدنا جوائز على إنها أحسن قناة في الشرق الأوسط وكده، واستمرت المواضيع دي لغاية ما اتنقلت كنائب رئيس التلفزيون. ككل قنوات التلفزيون قنوات فيها يعني مادة جميلة ومشوقة، ولكن القناة الثانية كان لها طبيعة خاصة بالضبط ثقافية يعني، وبعدين كانت منها أكثر تحليلية، تهتم قوي بالثقافة وما وراء الخبر، حتى كان معظم برامجها تحليلية. لكن في علامات ما ينفعش تتساب، يعني مثلا برنامج العالم يغني ده كسر الحاجز التقليدي اللي احنا درسناه في كلية إعلام، إن أحيانا بعض البرامج بعد مدة معينة تستهلك الغرض منها، لكن 27 سنة لا ده لينا عندها وقفة. الرقم ده طبعا الرقم ده عامل ازاي عند حضرتك؟ والله هو الفكرة جاتني لما كنت مرافقة لجوزي في أمريكا، كان هو بيعمل أبحاث هناك، فزرت كان في فرصة إني أزور بعض القنوات هناك، فلقيت في برامج معينة للأغاني، فالساحة دي كانت فاضية بالنسبة لنا، ما كانش في يعني الفكرة دي. فقدمت الفكره، كان مدير البرامج كان الاستاذ سعد لبيبه الله يرحمه، فقلت له طب ليه ما نقدمش برامج بلغات تانية، فعلشان الموضوع ده مش موجود عندنا والساحه مش يعني ممكن او نستغلها. فقال لي لا ما خلاص ما يعني الفكره حلوه، بس يعني ما دام هتقدموا اغاني من العالم كله فمسميه العالم يغني، هو اللي اقترح الاسم. هو اسم فعلا رنان وصب اصلا، فيعني الله يرحمه هو اصل فكره البرنامج. فابتدينا بقى الحقيقه كنا مرعبين مش عارفين ايه الاستجابه هتبقى ازاي. لقينا بقى طبعا ما كانش فيه وسائل زي دلوقتي الفيسبوك والحاجات دي كلها، كميه الجوابات والتليفونات انه يعني انتوا بتعملوا حاجه احنا كنا عايزينها ومفتقدينها. فاستمر بقى يعني لدرجه انه كان في جمعيه اسمها اصدقاء العالم يغني اتعملت وكنا بنجتمع في الجمعيه دي ونقترح اقتراحات وبتاع. فكان الحقيقه وكنت بحضر مهرجانات غنائيه وكده في مختلف بلاد العالم، يعني كنت يعني رئيسة اللجان أو عضوة، فكان في فرصة طبعا أزور كمان بلاد وأشوف يعني الناس دي بتغني إزاي وبتعمل إيه، فكان في فرصة كويسة قوي. واستمر البرنامج زي ما حضرتك بتقول هو 27 سنة مستمرة ما عدا رمضان. رمضان برضو التاني كان ليه نجاح تاني مختلف اللي احنا ضفنا فيه العالم العربي وغني. ولكن قبل ما أروح للبرنامج التاني استوقفتني دلوقتي كلمة جات في ذهني للقدير أستاذ محمود درويش لما قال لك أعادوا إلينا المقاهي القديمة فمن سيعيد لنا الرفاق. سؤالي مين يعيد لينا العالم يغني تاني؟ المكتبة، مكتبة التلفزيون يعني مليانة حاجات مفروض أن احنا نسمعها ونسترجعها، فياريت نهتم بالموضوع ده لأنه يعني فعلا مفيد، لأن الناس نفسها تعرف إيه اللي حاصل قبل كده. يعني خصوصا الجيل الجديد يعني مفتقد الكلام ده ونفسه قوي يعرف اللي حصل ايه، مش بس دلوقتي. فياريت نهتم بالموضوع ده دلوقتي لان المكتبه زاخره بحاجات كتير قوي
ممكن قوي تفيد الجيل الجديد. ان حد يسمع حضرتك وحضرتك واثقه ان هو يعني كلمات الاغنيه مش مترجمه ليه، مش فاهمها معناها، ولكن يتجاوب ويسالك، وجزار وفكهاني وناس معينه وبواب وبواب، مؤشرات النجاح دي كانت عامله ازاي الحاله؟ طبعا اكيد سعاده. لا يعني بالظبط، فده مؤشر نجاح برضو لينا، لازم يكون عنده وقفه. هو ده اللي خلانا ان الموسيقى هي لغه كل العالم، لغه عالميه. لكن قبل ما وصل النجاح ده هنا السلم والدرجات والتحديات، كان ايه بقى العقبات اللي واجهتكم؟ لان مش سهل جدا اجيب اغاني ايطاليه وفرنسيه واسبانيه واعرضها وتنجح. كانت مشكله كبيره قوي بالنسبه لنا، لان علشان الحصول على الاغاني دي المكتبه ما فيهاش اغاني كتير من النوعيه دي، فكنا بنجيب شرايط الكبيره قوي دي من دور السينما، كنا بنستعيرها ونقول لهم هنرجعها لكم تاني. اللجان الثقافية مثلا في السفارات، الإدارات الثقافية، كنا بنستعير منهم برضو الأغاني دي ونرجعهم لهم تاني. فكانت مشكلة صعبة الحقيقة قوي، مش سهلة أبدا. أما أنا مدرك ده بحكم الشغل، وأنا عارف إن مش هي الساعة بتاعت البرنامج ولا نص ساعة، هي لا ده وراها شغل كتير ومجهود. بالظبط بالظبط كده، كانت مشكلة بالنسبة للحصول على المادة. هنا بقى الناس طبعا اللي ورا الشاشه مش مستوعبين الموضوع ده، بس احنا اللي كنا بنتعب الحقيقه. صحيح. فكان في مواقف معينه مثلا يعني سايبه كده ومضه في العالم يغني على مدار يعني موقف طريف، كواليس معينه، حاجه حصلت، حد اتزعت؟ والله انا فاكره مره كنت على الهوا مش مسجل، انا دايما كان تقريبا على الهوا على طول، ما كانش في تسجيل الا يوم العاشره مساء يوم الاحد دايما. دايما كانت الناس مستنيه مثلا اتوبيس في الشارع ويبص في الساعه كده، لا الحق البرنامج هنروح بسرعه علشان ناخد تاكسي. صحيح. فالمهم مره كنت على الهوا، ففجاه وانا بتكلم سبوت فوقية فرقع. ايوه، ووقعت الرذاذ ده، وقع الفستان وبوظه يعني، بس ما اعرفش ازاي كملت التقديم وخلاص ومن غير ما اعرفش ايه اللي حصل، بس ربنا ستر ان انا ما عملتش كده. المهم انه كان في زميله في ريال صالح الله يرحمها في القناه الاولى، فجت لي قالت لي لو كنت انا كنت صوتت. ايوه، ما هي قدرات برضه في الموضوع ده. وحيانا مثلا يحصل لك حاجه ايه قدام الشاشه، فانت تبقى عايز تعمل ازاي كده. سبحان الله كملت التقديم، وبعد كده طبعا الفستان باظ وبتاع والحاجات دي كلها. بالنسبه لك حضرتك دي رفايع سهل، عارف احنا ايه الفستان هنجيب غيره، لكن الحلقه تطلع منوره كده الحمد لله. ما حدش حس بيها يعني خالص. احيانا العتاب دايما بقول لك النجاح بيبقى وليد موقف، يعني لما اتعاتبتوا انه مش بتجيبوا فنانين عرب عملتي العالم العربي يغني، كان في رمضان، ويمكن كان اول اطلاله للفنانه سمير سعيد كان مع حضرتك، ليلى وفراند على ما اتذكر. ايوه تاني حابين برضو ننوه عنه. اللي حصل انه لقينا الناس كتير قوي في البلاد العربيه بيقولوا طب اشمعنا احنا بنذيع اغانيكم وانتم مش بتهتموا بينا وبالفنانين بتوعنا؟ ففكرت ان انا نقدم خلال رمضان، احنا بنتوقف فيه علشان طبعا البرامج بتاعه رمضان. فقدمت فكره لرئيسة القناه اللي كانت اظن مديحه كمال، سيده مديحه كمال. المهم قالت لي طب ما فيش مشكله خالص. ابتدينا بقى من هنا ان احنا نسمي اولا العالم العربي يغني، لان هو ده على غرائز العالم مفتقدينه بالظبط كده. فنفس الاسم يعني حطينا بس العربي في الوسط. فقدمنا التقينا بقى بكبار المطربين والمطربات في العالم العربي فعلا، يعني وديع الصافي وراغب علامه وعلي عبد الستار من الكويت وناس كتير قوي قوي، وليلى غفران ومحمد عبده وطلال مداح، يعني ناس كتير قوي كانوا مفتقدين يعني الجماهير بتاعتنا ما سمعوهاش قبل كده. دلوقتي طبعا الموقف وكان بمثابه البوابه لانه يدخل هنا مصر. صح. في عالم الدنيا الفن. صحيح. بالضبط. فكان لنا الشرف ان احنا نلتقي بالناس دي الحقيقه يعني، وانا ليا الشرف وجود حضرتك معايا. انا الكلام لحظات وهرجع استمتع تاني بكلام حضرتك السري، ولكن فاصل ونرجع نفاصل نوصل باذن الله ان شاء الله تعالى مع القديره استاذتي استاذه حمديه حمد. استنوا
مشاهدينا بجد بحضراتكم التحية مرة أخرى في حلقة زي ما قلت وأقول مرة ومليون، عنوانها الجمال والرقي والشياكة في صحبة القديرة أستاذة حمدية حمدي. اتكلمنا قبل الفاصل على العالم يغني والعالم العربي يغني وكواليس اللي احنا مش عارفينها عن برنامج ساب علامة وبصمة في أجيال موجودة و27 عام نجاح، ولكن في برامج تانية زمان وحلاوة زمان مع الجمال أستاذة حمدية حمدي، مشرفانا في لقاء خاص. تحياتي ليك يا أستاذ. أهلا بيك فعلا. حلاوة زمان والله حتى الأسماء حلوة، عارفة اللي هي لا يعني رايقة كده، مش حلاوة بقى عارفة صح. ايه بداياته ولا كواليسه؟ هو كان في كمان برنامج واستمر برضه فتره قبل ما ننتقل، كان اسمه كان يا مكان. فالبرنامج ده برضه هتكلم عني وعنه بسرعه كده. كان في معد اسمه الله يرحمه بقى يعني توفى، اسمه محمد عويس، فقال لي جهز، زارني في القناه الثانيه وقال لي انا عندي كميه تسجيلات مش موجوده خالص في التلفزيون، نادره لأفلام وبرامج وكده، زي مثلا أمينة رزق بترقص في فيلم من الأفلام بالضبط كده. يعني حاجات غريبة وناس ما نتلقيناش بيهم وما نعرفهمش. سعد عبد الوهاب وسعد سعد مكاوي والناس دي كلها ما حدش عارفها، أو يعني ما التقنوش ما عاشوهاش. فالتقنا كنا بنعمل بقى تسجيلات مع الناس دي وبنقدم أغاني لهم، فكانت فرصه قوي قوي كويسه للناس كلها تشوف الناس اللي الجانب الاخر من النجم الموجود او الضيف الموجود، صح، من القديم بقى اللي ما شافوش خالص. صحيح. فده كان يعني فكره كويسه قوي، واستمر البرنامج فتره طويله يمكن اكتر من 10 سنين او اكتر. وحلاوه زمان ساب بصمه. حلاوه زمان كنا بنلتقي بسرعه كده، هو كان 10 دقائق وبتقدم في رمضان بالتحديد. فكان كنا بنستضيف ناس كبار قوي ونسجل معاهم زي أمينة رزق مثلا الله يرحمها، وناس كتير قوي من الناس اللي ما انتقدوش يعني اللي ما يعرفوهمش الجيل الجديد. فكنا بنسألهم بقى يعني عملتوا ايه وفكرتكم ايه عن الوضع دلوقتي وزمان، كان المقارنة بين زمان ودلوقتي. كانت فرصة انهم يلتقوا بالناس دي، نلتقي بالناس دي ونقدمهم للجمهور اللي ما شافهمش. فكرة ضيف الشرف ان المذيع يطلع ضيف شرف، تقريبا حضرتك من اوائل الناس اللي طلعت مذيع ضيف شرف في فيلم. ايوه صح، هو مرة واحدة. انا فاهم، بس كان برضو ما كانش موجود قبل كده يعني. لا. يعني برضو في السابقة. لا وبعدين بدات السيناريوهات تشتغل على كده ان المذيع يطلع. هو كمان فيلم. انا فوجئت ان هو صح. صح كده. انا كنت ناسي الحقيقة. في التترات بتاعت مقدمة الفيلم كانوا نسميه يعني قايلين المذيعة القديرة فلانة. انا كنت يعني مش متوقعة خالص. انا كنت فاكرة حاجة كده وتعدي. هو دي مش حاجة، هي طبعا موجود في السيناريو ان حضرتك تعملي ده. طبعا فهم اللي عملوا كده من ورايا يعني. ما كملتش ليه تمثيله وما شاء الله كل مقومات موجودة يعني. لا هو طرد عليا بطولة فيلم. ايوه بس فيلم طبعاً. ايه بقى كان هيبقى يحصل ومين خده؟ اظن الفجر، حاجه في فجر كده مش عارفه، مش فاكره الحقيقه قوي. بس طبعا كان في معارضه جدا شديده جدا. بس في بعض زملاء حضرتك كملوا ونجحوا برضه. طبعا كتير. مدام نجوى ابراهيم يعني هي عندها استعداد، انا ما كانش عندي استعداد ولا الاهل برضه. لا خالص. يعني انا ده حدودي، وخصوصا كمان لما تنجحي فيه مش هتلاقي وقت تروحي تاني في مكان لا تاني. لا لا خالص، وانا ما عنديش الاستعداد لبقى مذيعة يعني ممثلة او كده. ما مقومات المذيع الناجح دي قرناها في كتب الاعلام وفي المحاضرات والندوات واستشفناها، ولكن احيانا الممارسة هنا وبعد فترات معينة. حضرتك مثلا اشتغلت برامج ناجحة وبرامج حتى لو كان في اخفاقات معينة، لكن تدركت ده، ما دي خبرات متراكمة. لو قدمنا روشتة لزملاء جدد اللي طالعين بقى في المهنة، نقول له خلي بالك من واحد اتنين تلاتة ايه؟ واحد اولا الثقافة، القراية لازم. القراية مش القراية والاستسهال في ما هو من القراية هيثقف. تمام. دي حاجة مرتبطة يعني. صحيح. وبعدين اللغة مهمة قوي قوي. النطق بتاعت اللغة، لان انا يعني بستاء جدا لما مذيع او مذيعه ينطقوا اسم غلط. فلازم اولا يراجعوا يعني مع حد مراجع كويس وينطقوا صح، لان دي اهم حاجه بالنسبه للمستمع او المشاهد. حتى في الاذاعه يعني، انا مره سمعت في الاذاعه حد بيقول عاصمه تركيا اسطنبول،
يعني اتفزعت. انا مدرك والله كم طلبت على طول بالاذاعه بالناس اللي قلت لهم لا يعني يا جماعه يعني لازم تراجعوا الكلام ده قبل ما يطلع المذيع يقول حاجه مسؤول. غلط بالظبط كده وليك متلقي فبالظبط كده. فاهم حاجه الثقافه والقرايه واللغه دي بالنسبه لي انا اهم حاجه. وبعدين طبعا المرادفات التانية بتاعت ازاي يستقبل الضيف ازاي يكلمه ازاي يقطعه. مش مفروض ابدا يقطع الضيف الا لما يقف وقفه حتى غير مقصوده فيدخل بسؤال، انما يقطعه دي غلط خالص. ده ادبيات الحوار بالظبط كده بالظبط. يعني هو برضو عايز ارجع لحضرتك قلت كلمه مهمه جدا كباقي كلامك، فكره الثقافه. في جانب تاني اللي هو الاستسهال، اللي هي استسهال في الشهره بما يسمى حاليا دلوقتي الترند، شايفاه عامل ازاي؟ لا انا ضد الحاجات الجديده دي خالص، لان الترند ده يعني مجرد انه واحد عايز يشتهر يعني ويجمع ناس مشاهدين وبتاع وكده، فمش هو دي الثقافه اطلاقا اطلاقا. فالثقافه زي ما حضرتك عارف الاطلاع والقرايه، ومش بس الفيسبوك، مفروض انه يطلع على كتب يقراها او يسترجعها من الفيسبوك، ما فيش مشكله، بس يعتمد كلية على مصدر واحد لا ده غلط خالص. مهما كانت الثقافة متقدمة من خلال الاختراعات الجديدة، انما الثقافة القراية امسك حاجة في ايدي كده واقراها. انا لغاية دلوقتي ما اقدرش ابدا اعتمد على الفيسبوك علشان اقرا اخبار مرجعية. لغاية دلوقتي الجورنال في ايدي لازم اقراه بنفسي، فدي مهمة قوي بالنسبة لي. وليه متعة تانية زي الكتاب، ما ليه متعة تانية وعبق تاني وريحة خاصة بيه. بالظبط كده بالظبط. شخصية تقعد معاها ما ينفعش تنساها على مدار، حتى في أي برنامج حضرتك قعدت مع شخصيات كتيرة في أدب وسياسة وفن ورياضة، فده بيثقل المذيع الطبيعي وبيخلي مجال الحوار سري. ولكن في شخصيات لها ومضات، مين اللي علم مع حضرتك قوي وحبيتي أن نص ساعة الهوى أو الساعة الهوى تبقى 10 ساعات وما زلنا مستمتعين؟ لا 10 ساعات زي ما حصل معايا أنا دلوقتي يعني أنا بقول لك يعني من ضمن الناس اللي أثروا فيا قوي وكنت قريبة منهم بحكم يعني عملي معاهم فترة، الأستاذ يوسف سباعي الله يرحمه القدير طبعا الكاتب. فكان كلامه سلس قوي وبسيط قوي ويدخل القلب بسرعة، السهل الممتنع ده بالظبط كده، زي نسخة من كلمات أستاذنا الراحل أستاذ أنيس منصور. أنا كنت بعشق العمود بتاعه الحقيقة، كل كتبه وصلاح منتصر برضه طبعا. اللي هو أنا أحس إن أنا أقدر أقول زيه بس ما أقدرش أقول زيه. لا خالص، اللي هو السهل الممتنع زي ما أستاذ أنت عايز إيه كده وبتضل واقف كده. لا وبنستفيد لأنه بيقول حاجات ما نعرفهاش بطريقة سلسة جدا وتدخل القلب بسرعة وتدخل المخ بسرعة. الزملاء اللي هم طالعين ربنا يكرمهم سامعيننا وسامعين استاذتي، فبجانب النصيحه والثقافه والرشيد اللي حضرتك قدمتيها، عايز اقول ايه الكواليس اللي كان او الطقوس اللي حضرتك بتعمليها قبل ما تطلعي على الهواء او تجهزي الحلقه؟ يعني مش هباء كده يلا بينا وخدت الخبره، لا كنت بتخافي؟ لا هو مش بخاف، بس بستعد كويس قوي محمود. يعني بستعد، وبعدين كل مره بتبقى برضو في رهبه للكاميرا كل مره طبعا في البدايه بقى بان انا بدات لا خالص خالص في رهبه مهما كان، لان مش متوقعه اللي ممكن يحصل زي ما حصل بقى السبوت الفرقع ده. صح. فكنت في الاول في البدايه طبعا قبلها بستعد لازم اقرا السكريبت او يعني اللي انا كاتباه او المخرج كاتبه او كده. بالمناسبه انه اول حد مخرج للعالم يغني كان الاستاذ روبير صايغه، ما اعرفش ده مخرج كبير قوي كان اياميها، وبعد كده بقى كان سمير روبير اللي هو استمر معايا للاخر. فلازم كان الواحد يستعد مش من فراغ، يعني اقرا السكريبت او استعد بكل حاجه، لو هزود مثلا حاجه ابقى برضه مسترجعاها قبل ما اطلع. اذا كنت بجهز مش عشوائي ولا اعتباطي ولا يلا بينا نطلع لا عمري ما عملت، ده اللي انا بقف عليه عمري ما عملت كده. هقول لمين شكرا؟ تقولي لمين شكرا؟ الاستاذه تمارة توفيق الله يرحمها رحمه الله عليها، دي اول حد اشكره لانه يعني هي دي اللي اتعلمت منها الحقيقه ازاي نظهر في التلفزيون. مدام همت مصطفى التاريخ طبعا، مدام ساميه صادق قوي، استاذ سعد لبيب
لانه هو كان مدير البرامج وهو اللي كان بيشجعنا على اننا نقدم حاجه جديده. فكل دول اثروا فيا الحقيقه. في مثل كده بيقول لك ولنا عند الاحبه عتاب، تعاتبي على مين؟ عتاب محمود. يعني انا عارف ان حضرتك راقيه مش هيبقى في حساب، ولكن عتاب عاتب مين؟ كنت مستنيه منه ايه فما حصلش؟ لا ده بالنسبه للمذيعات مثلا اصدقائنا زميلاتنا وكده، فكنا بنتعاتب ونتصالح بعد كده. فانا بزعل بسرعه واروق بسرعه. على فكره ده اصفى القلوب والله. والله مش عارفه ده يعني مش عارفه ده يعني حاجه كويسه ولا لا، بس يعني بزعل بسرعه لان يعني نيرفس قوي. كون حذر من اللي هو الكتوم، هو النهارده اصلا لو كتوم فبيبقى حتى في الذاكره عنده بيخزن لك مواقف ممكن انت مش، لكن ده اللي بيطلعهم كده بالظبط. لا انا بقى يعني بنفعل بسرعه وبعدين بعد شويه بروق، ولو في عتاب او بتاع بيبقى خلاص انتهى كده. يعني برامج كتيره ما شاء الله في كل المجالات، ولكن احيانا بيبقى في برنامج ظروف مثلا انتاجيه معينه او سياسه تحريريه القناه، واحنا ده التلفزيون المصري يعني، كنت حابه تعمليه وما تعملش، او كان مشروع وما اكتملش، او تنصحي حد تاني يعمل الفكره دي تكون ايه؟ انه يلتقي بكبار الناس في كل المجالات. يعني في الادب، في الثقافه، في الرياضه، في اي حد من الكبار اللي احنا بنفتقد نصايحهم. فكره التبسيط. هنستفيد منهم قطعا يعني. فدي نصيحتي للجيل الجديد بقى، انه يستضيف الناس اللي الناس حابه تشوفهم او ما شافتهمش، ويسمع نصايحهم ويعمل بيها يعني. يا ريت. الكاميرا من المهن يا استاذتي اللي حضرتك عارفه ان هي فضاحه ما بتجاملش، يعني مثلا ايه يعني لاعب الكوره، الممثل، المذيع، لا عارف لا مش عارف. ففكره انك انت ربنا سبحانه وتعالى كرم حضرتك بكاريزما وحضور، الشاهد برضو من كلام الزملاء والداخلين المجال اللي هم مستعجلين الشهره، فممكن يطلع قدام هذه الاله اللي هي اكثر من مهمه ويقول اللي يقوله، على اعتبار ان مثلا مغاير لمواضيع ووثائق المهنه وشرف المهنه. تقولي لهم ايه برضو من باب النصيحه يعني؟ لا يلتزموا بقى، مفيش حاجه اسمها يقول يجي في مخه كده على طول، ما ينفعش. أيوة. فلازم يكون في حاجه مكتوبه هيبني عليها الكلام، حتى لو قنوات خاصه. لا ما انا بتكلم على كل القنوات. صحيح. طبعا عندنا القناه الاولى والثانيه وكل القنوات اللي تبع ماسبيرو دول ملتزمين الى حد كبير يعني. طبعًا. لو ان طبعا في اخطاء، لكن يعني طبعا. انما القنوات الثانيه المفتوحه على البحر دي كده، صح، بقول لهم انهم يلتزموا بالكلام اللي هيقولوه، ما تجيش على مخهم حاجه كده فجاه فيقولوها بصرف النظر عن المردود هيبقى ايه. فما ينفعش الكلام. اطلع شوف انت عايز تقول ايه لمين فين، لان في الاخر خالص هتتحاسب عليه وهيتكتب على جبينك. أكيد. ولان الموضوع مش أكيد. مش لحظه واعلام وكاميرا وسحر الكاميرا. لا خالص. صح. خالص. كان في لزمات لحضرتك، انا هخليها دي للاخر، هتقوليها هتختمي لي الحلقه بس مش دلوقتي يعني، احنا معانا دقيقه ثانيه، لو حابه حضرتك رساله تقوليها لحد معين انا معاكي، لكن اللازمه الاشهر بتاعت كنت بتختمي ازاي؟ كنت بقول لهم ما حاجه. لا قول طبعا. وانا حضيف. طب باي باي. بس مش دلوقتي، لسه احنا لسه ما ختمناش يعني، ما انتهتش الحلقه. هو دي اصبحت لازمه بقى. اصبحت لازمه يعني، انا ابتديت بيها وكنت خايفه لحسن الناس تعيب عليا ولا حاجه. خالص. فبقول باي باي يعني، علشان يعني سعيده اجانب وكده وصح. بالظبط كده. طب تنصحي بيها؟ ما ده اللي عايز اوصل له. تنصحي بيها هو من غير ما انصح بيها، هي كلهم دلوقتي بيقولوا كده. كله لا صح، باي باي. وبيعمل كده مرتين، عارفه. أيوة. لو بيجي يضيف التاتش بتاعه. انا استمتعت بكلام حضرتك السري والطيب والله، وده اضافه وحلقه تسجل لي على المستوى الشخصي، لان انا بعز حضرتك جدا جدا. استاذه ورائده، وانا من محبينك ومعجبينك، وان شاء الله طول العمر والصحه لحضرتك باذن الله. انا ليا الشرف. حضرتك طيب. ربنا يخليك يا فندم، وانا متشكره جدا وسعيده بلقائك لاول مره، بس مش هتكون اخر مره. طبعا ده شرف واضافه والله. عشان ما كنتش اثقلت على حضرتك والله. لا خالص. تنصحيني انا بيه؟ انك تستمر في الطريقه اللي قدمتني بيها دلوقتي، واللقاء اللي عملناه تستمر كده. ده فوق راسي، وده كلامي يتكتب فوق راسي. تحياتي لك. ربنا يخليك. شكرا يا فندم. هنقول للناس باي باي عشان انا اختم. قولي لهم بقى باي باي. باي. بعد الجمال ده انا اللي اقول برضه زيها، وبعد اذنها باي باي، واشوفكم ان شاء الله تعالى في لقاء خاص جدا كان ومستمتعت بيه في وجود استاذتي اللي هي يعني
متعتنا والله بكلامها الطيب اللي اتكلم من القلب للقلب لحضراتكم في لقاء خاص استاذه حمديه حمدي. شكرا ان شاء الله تعالى في يوم جديد من لقاء خاص في امان الله.